هاي الأسود موجودين في بيتهم المتواضع. هاي البيت المتواضع أحلى أسود ما شاء الله. أنا جاية لكم متقلقوش. يا الله على الروعة. شيء رائع وخطير. الحديقة من فوق. هاي الأسود نايمين. حديقة الفراشات. حلو الفكرة إنه الواحد يطلع فوق 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 وينزل بعدين تحت تحت تحت. طبعا هذا هو منظر تحت. رهيب. وهي أنا مبسوطة جدا 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 بهاي الرحلة ومتشوقة كمان أشوف الحيوانات أصورهم. إن شاء الله بيكون لنا فيديوهات تانية قريب. سلام.